سؤال حلو وسؤال بصراحة مهم. يعني الحين احنا بنستخدم مثلا شامبو مثلا للشعر الجاف او شامبو للشعر الدهني، او هل بناء على الفروة الدهنية ولا بناء على الشعر نفسه يكون دهني؟ لان تعرفون اغلب الناس عكس، يكون مثلا فروتهم تكون دهنية والشعر جاف، وفي ناس فروتهم جافة شعرهم جاف، وفي ناس فروتهم دهنية وشعرهم هم دهني. لكن اغلب الناس يكون الشعر جاف، يعني تكون الفروة جافة والشعر جاف، الفروة دهنية والشعر جاف. فاحنا لما نستخدم الشامبوهات يكون بناء على شنو؟ على الفروة وليس الشعر نفسه. فنستخدم شامبو مثلا للفروة الدهنية او الشعر الدهني نستخدمه على الفروة نفسها اذا كانت دهنية، ما لنا شغل بالشعر. الشعر غالبا يكون جاف، فنستخدم له ترطيب، نستخدم له ماسكات، نستخدم له شغلات للشعر. فأنتوا دائما استهدفوا الفروة وليس الشعر نفسه.